احنا نفهم اكتر تفاصيل هذه الارقام بشكل اخر وببساطه كمان من ضيفنا اللي معانا على الهاتف هو المختص هو الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي. اهلا بحضرتك يا فندم. صباح الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. اهلا بحضرتك، وخلينا في البدايه يعني من وجهه نظر حضرتك يعني ايه هي قيمه التوجه الجديد الخاص بالتمويل العقاري؟ فكره ان احنا بنقدم سعر تنافسي للحصول على الوحدات السكنيه، ده جزء مهم كده. احنا بنتحدث عن اسعار فايده 3%، فهو سعر تنافسي بشكل كبير جدا مقارنه باسعار الفائده على الاقتراض في السوق. ده جزء. ازاي كمان ان محدود الدخل يقدر ان هو يحصل على احتياجاته من الوحدات السكنيه بتسهيلات تمويليه كبيره جدا. يمكن نفتكر مع بعض من 5-6 سنين كان تقريبا سيادة الرئيس ليه تصريح مهم جدا في هذه الجزئية لما وعد المصريين ان اي حد محتاج وحدة سكنية او شقة هيلاقي. فاحنا يمكن كنا من 5 سنين الموضوع مش فاهمين هيتعمل ازاي وهيتعمل ازاي في ظل موارد ممكن تكون مش واضحه حجمها. يعني في ناس كان عندها في ناس كمان كان عندها حاله من عدم التصديق لانه الاجيال السابقه شافت قد ايه انه الانسان نص عمره على بال ما بيعرف يحوش ثمن شقه او يحصل عليها ويبقى ملك ليه. الزعيم عادل امام كان ليه فيلم اسمه كراكون في الشارع في الثمانينات. بالظبط، كان بيناقش الازمه دي فعلا. بالظبط. فبالتالي احنا بنتحدث عن مشكله كنا كلنا يعني بنلمسها ونعلمها تماما. ففكره ان محدود الدخل يبتدي ان هو يحصل على وحده سكنيه بفائده 3% على مدار 30 عام، يعني تقريبا اللي هيدفعه علشان يتملك دي الشقه هو تقريبا او اقل من مقابل ايجار لاي شقه في مناطقنا الشعبيه الجميله. فبالتالي الامور الخاصه بعمليه التسهيل ديت ده كان جزء مهم. خلينا ناخدها كمان من جانب اخر، ازاي ان القطاع العقاري يحصل فيه حركه من حركات الرواج في الوقت الحالي. احنا بنمر بتداعيات كورونا وفي حاله من حالات عدم اليقين لدى الكثيرين، الناس مش عارفه طيب او التوقعات هو اسعار العقارات هتغلى اسعار العقارات هتقل، ففي حاله من حالات ركود بعض الشيء في هذا القطاع. فازاي ان انا احرك كمان القطاع ده بشكل كبير جدا عن طريق هذه المبادره، وده جزء مهم لانه مش هيحرك بس الوحدات السكنيه اللي ممكن تكون مخصصه لمحدود الدخل، ولكن هتقدر ان هي تعمل حركه من حركات الرواج في القطاع بشكل عام. هتقدر كمان ان هي تحرك معاها قطاع الصناعه ومستلزمات الانتاج العماله. فده كان جزء مهم جدا مرتبط بتوقيت المبادره، لان احنا كمان في تداعيات الكورونا وكمان بنتحدث عن موجه ثالثه، والفتره ديت للاسف الشديد كثير من المستثمرين والعاملين في القطاع الخاص بيبقى عندهم نوع من انواع الضبابيه بالنسبه للفتره اللي جايه. كان مهم دور الدوله ان يتدخل بشكل قوي في هذه اللحظه، مبادره مهمه جدا يستفيد منها اصحاب الدخول المنخفضه وحدود الدخل. بجانب كمان ان احنا لما نرجع لنقطه البنك المركزي ودوره في استقرار السياسات النقديه، مش هي دي المبادره الوحيده ولا هي دي الجهود الوحيده، لكن احنا بنتحدث عن مجموعه كبيره جدا من الانجازات سواء على مستوى عايزين نفكر المشاهد كده باهم يعني باهم هذه المبادرات اللي قام بيها البنك المركزي علشان كمان يبقى في توازن اقتصادي للمواطن في السوق المصري. احنا كان طبعا في جزء مرتبط بالنجاح في الاحتياطي الاجنبي واللي قدر ان هو كمان ينعكس على الجدار الائتمانيه للاقتصاد المصري والتصنيف الائتماني، وشايفين الاستقرار لسعر صرف الجنيه امام العملات الاجنبيه، وده كان ليه اكيد مردود على معدلات التضخم ازاي يحصل فيها نوع من انواع الاستقرار. جزء ثاني مرتبط بالمبادرات اللي كان بيطرحها البنك المركزي والخاصه بالمشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر اللي يمكن بلغ التمويل فيها حوالي 234 مليار جنيه، واستفاد منه اكثر من 1,270,000 منشاه تجاريه وصناعيه، قدرت توفر العديد والعديد من فرص عمل، نتحدث اكثر من 1,000,000 فرصه عمل. وكمان المبادرات ديت الخاصه بالمشروعات الصغيره المتوسطه احنا شفنا كمان ان حصل فيها نوع من انواع التجديد، يعني احنا كنا بنتحدث في مبادره في بدايه 2015
بحوالي 200 مليار، بعد كده تم طرح مبادرة جديدة 117 مليار جنيه، كمان الجزء الخاص بتقديم أسعار فايدة تنافسية بتتراوح في حدود 5 لـ 7%، وده أقل بكتير جدا برضه من أسعار الفائدة السائدة في السوق المصري. وبالتالي دي كلها كانت جهود مهمة جدا قدرت إن هي كمان تعمل دفعة للاقتصاد المصري من حيث زيادة معدلات النمو الاقتصادي أو من حيث كمان تقليل لمعدلات البطالة. وبالتالي البنك المركزي واستقرار السياسات النقدية قدر إن هو يتكامل مع السياسات الاقتصادية ككل، وقدرنا إن احنا يمكن نتصدى بشكل كبير جدا للتداعيات الحالية من فيروس كورونا. خلينا نتكلم بقى فيما يخص هذا التوجيه الرئاسي الهام جدا اللي هو تسهيل إجراءات امتلاك الشقق من خلال قروض طويلة الأجل اللي هو بتصل ل 30 سنة بفايدة يعني لا تتعدى 3% زي ما بيقولوا. ده هيختلف إيه عن النظام الحالي؟ عايزين نشرحها للناس بمنتهى البساطة. يعني احنا كان عندنا النظام الخاص بالتمويل العقاري، الفكره كلها ان احنا كان عندنا اسعار فايده في بدايه الامر كانت 10%، وبعد كده البنك المركزي خفضها ل 8%، بيبقى طبقا لمجموعه من الشروط اللي هي مرتبطه بان الوحده ديت ما تكونش فيها نوع من انواع المخالفات، تكون وحده يتم تسجيلها، الوضع الخاص بيها قانوني، تكون يعني اللي هو بيطلق عليها اكتر من نص تشطيب، يعني بحيث ان هي تبقى قابله للسكن، يعني ما تبقاش فيها مراحل كتيره جدا، مجموعه من الشروط بيتم وضعها. لكن هو الفكره كلها ان احنا بنتحدث عن فائده 8% وفائده جديده اللي هي تم طرحها في مبادره 3%، فاحنا بنتحدث عن فرق اكتر حوالي 5%، فبالتالي دوت اللي هيقدر يستفيد منه محدود الدخل. عملية الإجراءات كمان دلوقتي بقت أسهل بكتير من ما كانت عليه، لأن التنسيق الواضح سواء من جانب الجهاز المصرفي أو حتى بالنسبة للتعامل مع شركات القطاع الخاص أو حتى لو وحدات سكانية من جانب الدولة، أصبح الأمور أسهل بكتير من اللي كان موجود، في ظل كمان الإجراءات اللي الدولة بتحاول إن هي تطورها وتسهلها بالنسبة لعمليات حتى التسجيل بعد كده للعقارات والإجراءات الخاصة بمعالجة مشاكل مخالفات البناء اللي كانت موجودة قبل كده. طيب إيه الضمانات اللي هتضمن حقوق محدودي الدخل بأن عدد هذه الوحدات توصل لهم، ما يتمش استغلالها من قبل ناس تانية ياخدوها كشيء استثماري جانبي كده من باب لا طمع. دلوقتي احنا فكرة قواعد البيانات وفكرة ان من يحصل على وحدة سكنية من المشروعات الدولة لا يستطيع ان يحصل على نفس على وحدة تانية، دي مو خلاص يمكن الدولة بشكل كبير ابتدت ان هي تعالج المشاكل ديت، لان كمان حتى بالنسبة لعملية الطرح والشفافية اللي بتتم في الحجز للأراضي او حتى الوحدات السكنية مش على مستوى حتى محدود الدخل وبس، حتى على مستوى اصحاب الدخول المتوسطه والمرتفعه الامور ابتدت ان هي تتعالج بشكل كبير جدا، لان بقى التعامل بشكل الكتروني. الاول كان لازم الشخص يقدم بنفسه وكان بيبقى فيه يعني مشاكل كتيره جدا كانت بتبقى موجوده، فكره ان حد يبتدي يشتري الوحدات وبعد كده يتم عرضها مره اخرى او يتم استغلالها من قبل بعض الاشخاص اللي بيستحوذ على قدر كبير من الوحدات ويعيد بها مره اخرى. كل المشاكل ديت ابتدت الدوله تدريجيا تتعامل مع الملف دوت عن طريق ازاي ان احنا او التحايل عن طريق ان انا مثلا حد مقتدر جدا بس بجيب حد شغال لحسابي على قد حاله اقوم مثلا مديله الشقه دي باسمه كنوع من الالتفاف حول القانون. بس في نفس الوقت بقى بيعلن تماما ان الشخص دوت اللي كاتب الوحده باسمه ما هو مش هيبقى من حقه ان هو ياخد وحده ثانيه لنفسه، هي بتبقى واحده ان هو بيحرم نفسه من الفرصه دي. بالظبط، هو بيحرم نفسه من الفرصه ديت، وده حاجه. الحاجه الثانيه هو ان كده فكره ان حضرتك كمان تاخد وحده وتبقى معتقد ان انت عاوز تكسب فيها وتحقق مكاسب عن طريق بس اعاده البيع، دلوقتي الفكره كلها مرتبطه بزياده حجم المعروض من الوحدات السكنيه، بمعنى ان حتى يمكن سياده الرئيس كان اكد على الجزئيه ديت، ما تخافوش على اولادكم وما تخافوش على نفسكم، اللي محتاج شقه هيلاقيها،
هو دوت اللي الدوله دلوقتي بتتحرك عليه. صحيح. انت الفكره كلها ان انت تجيب احتياجاتك، لكن فكره ان انت يبقى كل طاقتك ان انت بس بتجيب وحدات سكنيه وعمال بتعيد في في فيها بس، لا مش هو ده الاستثمار اللي احنا عاوزينه في بلدنا. احنا عاوزين يبقى الاستثمار الحقيقي في انتاج سلعه او خدمه، ما يبقاش استثمارك في ان انت عمال تجيب وحدات وتعيد بيعها وخلاص. صح، انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي.